السلام عليكم. تحية الإخوان تاع النميمة في المغرب وخارج المغرب. ندخل معاهم تاع جبلطار ولا لينيا والخزيراس. ونبهكم على الخمر وعلى الدخان، يعني تقتل فهمتي. سمعوا كلامي ما تديروش بحالي فهمتي. هو لا اسيدي. السلام عليكم ورحمه الله. وكما القاعده خصنا ناخذ المبرده ديالنا اسيدي. الباح كنت معروض لواحد المعرض فلاحي فهمتي، وما كنتش اون فورم. هو سيدي المعرض هذا المعرض، هذا واحد من اكبر معارض الفلاحه ديال هاتي ديال كانتي شو معروف. هذا هو كنا معروضين تما ك في اي بي. ايا ها هما البادجز ديالنا باش ما تقولش ليا تن بومبي. ايا هذا البادج ديالنا ك دويوف. ايوا سيدي. هو قال لي واحد ما كتنهج اخويا، كتنهج الباح لانني خت انفكشن دي ما قلت لكم. داك الامين داك ما شغل بالعربيه الامين سيستم ضعف ليا، ما عندناش ودير الكمي وهذا، وقع لي واحد الانفكشن. وداك الشيء الباح يقول ولكن الحمد لله يمشي عند الطبيب وخرج لي البنسلين. هانتوما تشوفوها هيا. ايوا تنشكر دوك الناس اللي كانوا مشوشين على الصحة ديالي. كاين اللي قال لي فيك القلب صحيح، كاين اللي قال لي فيك الرية صحيح، كاين اللي قال لي فيك الكبدة صحيح، ولكن تا واحد فيهم ما قال لي اش بيا. لأن كل اللي قالو صح، أنا في عندي القلب وعندي الكبدة وعندي الرية وعندي هذا فهمتي، أكيد ما قالوش لي باش مريض. إيه وأنا نقول لكم باش مريض أنا سيدي. داك داك الإيمين سيستم ديالي داك تيحامي لي زانفيكسيون ضعاف. إيوا نشد فيها داكشي علاش أنا ندير الباح. إيوا عرفتي داكشي علاش. هو قال لك واحد واحد خلي معايا نشرب واحد شوية هذا جينجر، هذا لاركو ممنوع مع البنسلين مع ولا شو يقولوا لها أنتي بايوتيك فهمتي ممنوع. فلهذا واحد باريفو فرونسي كوم دابيتيد قال لي انت يا تكذب على خوتك المغاربه. انت كنتي في المعرض الفلاحي وقلت لهم شيتي هذا يا اخي الكامبو. غادي نفسر لك انا من هذا المنبر، ملي تمشي للمعرض ولا دوك ليكزيبيتور اش يمشيو لاش يمشيو تما باش يبيعوا لي برودوي ديالهم ياك. دونك فينا هو المحل الزوين باش تشري سلعه مزيانه هي المعرض. ما عاد مشيتي للمعرض العقاري ديال فرنسا هذاك لا. فلذا حنا مشينا لتما لان المروكي بغى يشري حولي. ايوا مشينا، ولكن المروكي عنده ديك التقاليد المغربيه مولف يخور الحواله حاجه فهمتي. ايوا نتايا بقى يشوفوا في عباد الله. قال لهم ان تيستين واش بغيت تيستي ني هذا لكن حولي الحاجه شيتيها تشريها صحيحه مزيانه غارونتي. لان علاش
ليه حنا عندنا في بريطانيا ماشي بحال الطالب الفرنسي، تم عندهم عقلية مغربية ديال العرش. حنا واحد إلا جا للمعرض و اكزيبيتا شي حاجة شي برودوي اللي فيه الغش ولا شي حاجة، العام الجاي تيحبسوه. أما فرنسا يا أخويا، أخي بارلي فرنسي، نتوما تيجيكم أصحاب العقار تينصبوا عليكم تما، تيجوا وزراء تيجوا كلشي وتينصبوا عليكم تما، ومازال تخليهم انتوما اش كنتو ديروا انتوما السكان بارلي فرونسي دو لا فرانس، كنتو تتصلوا مع المعرض وتقولوا لهم ما تاخذوش لي ريزيرفاسيون تاع هاد لا فوار ديال الايموبيلي دي تيجي من المغرب، لانه اشجار اشجار اشجار، لان ذاك المعرض الا خلاهم يجوا مره اخرى تيتسمى شريك في الجريمه، وطيح لي القيمه ديالو في عندكم نتوما ديك بارلي فو فرونسي البلاد ديالكم. فهمتي حنا في الانجليز لا، حنا الا مشات دار شي حاجه قوتها تيمنعوه، تيمنعوه من ذاك المحل. ولا وي دون نيد يو ماي فريند، وي وانت بيبل ويز جود ريبيتيشن، بيكوز ار فيزيتورز دي كام هير فور ريبيتيشن. اسمع يا بارلي فو فرونسي، تقول لي انت نكذب على المغاربه، علاش غادي نكذب على المغاربه؟ واش انا نكذب على المغاربه؟ واش انا نكذب على المغاربه بحال داك اسمه الوزير، الوزير ديال الحكومه هذاك الوزير الاول ولا شنو الوزير الرابع اللي قال لهم الحمد لله اللهم 400 درهم ولا والو، هو على هضره. واش هذا الخطاب ديال رئيس حكومه تيتكلم مع الشعب، قال لهم الحمد لله هذا 400 ولا والو. شتي هذا يا اخي المغربي، ما تقولش تنكذب، علاش ما عنديش، علاش غادي نكذب؟ لماذا؟ لا تعطيني شي حاجه؟ والو انا نعطي، ما عندي علاش نكذب؟ فهمتي؟ هذا هو اللي نقول لك. فلهذا المروكي عاوني عاوني اخويا في هذا بالي بو فرونسي، اش نقول له؟ قال لك فاتي اونكيلا ناري، تيتكلم فرنساوي والله، تيتكلم هذا المروكي يسبيك تو ماني لانجويجز. اي شتي اش قال لك؟ سير تقول بالفرنساويه، فهمتي؟ فلهذا مابقاش تكتب لي وتقول لي هذا. ولكن اشكرك شكرا جزيلا على مساهمتك في هذا البرنامج، وعاود نكرر تنشوف داك التلفزيون، ماشي داك التليفون، تيبان لي داك اسمو الصحافه ديال تريسينتي ديك ديال كندا، وفيها واحد ديال البيري. ناري 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 ناري، هذا خرج فيهم ديريكت هذا، يو بحال شي نبغي منك السي العضراوي، ماشي يطلع لك تلعب لي على هنا وهنا. خرج لي بحال هذا بحال هذا، قلت له عطيني المقالات وعطينا بحال هذاك السيد هذاك ما عرفتش سميتو، هذاك ديال اللحيه ودير واحد البير، هذاك خرج فيهم قد عطاهم رداق. ايوا شتي بحال شي بغي هاد المواضيع الا بغي حنا نتصنتو ليها السي العضراوي بالي فو فرونسي كندا، فهمتي؟ تصد علينا راسنا الله يرحم باك. هذاك السيد درتي هاد المرة، المرة الأولى تلفنا، تلفنا في هاديك التخربيق هادي، ما هادي تلفنا، ولكن هاد المرة خرج فيها ديريكت. أسيدي تنشكروه من هاد المنبر. قال لك داك اسمو داك الوزير الداخلية ملي كان والي ديال الجهة ديال الرباط ضرب فيها واحد 4000 هكتار، 4000 هكتار عباد الله. أشوف هذا، وداك اسمو داك كوجاك ديال بلجيكا داك البركاني، تيجيني ولا تيجي في ولا شنو هو هذاك، ما عرفتش يقولوا لي اللهم اسمي تيجي في لنا غالي وجاي. مانيش ياك تيشكر فيه وتيقول دار هو اللي تيحل المشاكل، ديال بين اليد والطبقة العاملة والشغالين والموظفين مع الحكومة. معلوم هو تينيغوسي مع لي ديليغي ديال النقابه، دوك لي ديليغي ديال النقابه كلهم شفاره، كلهم شادين ديك المناصب، ما كاين غير 20 عام 30 عام في المنصب ديال رئيس النقابه. تيحضرهم تما تيقول لهم شوفوا احنا عارفينكم واش ديروا، فوالا ها اللي كاين وها اللي كاين، فهمتي؟ تقبلوه ما تقبلوش غنبدا نقول فيكم. تيجبد لهم داك الدوسي مع هو وزير الداخليه المخابرات هذه، تيجبد داك الدوسي تقول لهم نتايا، تقولي نتايا فهاد الرئاسة ديال الاتحاد المغربي للشغل 30 عام تما وعندك جوج ولاد كلهم ولاد مليونير، من جاءك ذلك من جاك هذا؟ فهمتي؟ تيقول لهم تيحط عليهم البريشر الوغ تيمشي يخرجوا مع الأعضاء تقول صافي حنا اتفقنا نزيد لكم 400 ريال.
داكشي علاش وزير الداخليه تيتكلف في هاد لي نيغوسياسيون، لان الحكومه ما فيدهاش. ومع قلتو هذاك الفتيت انه شفار تاع الدوله، لان خون الارض اللي في الرباط ديك اسمها، ما سماها لك السيد في لك ديال العضراوي، سمى لك الناحيه ناحيه شي ناحيه جيت الرباط مشفرها، هذا شفار كبير. دونك من اللي تكون انت وزير الداخليه تكون عندك المخابرات في يدك، لان جميع المعلومات عندك. الداخليه مهمه، الداخليه او بحال عندنا هنا الداخليه تعرف كل شيء، فلهذا هو تيحل المشاكل. هو ما حل حتى المشاكل ديال الارض، هو كان نزيه يرجع لك الارض، يرجع للدوله فهمتي، ويداوى في المغرب كخذو ماشي هرب لفرنسا يداوى. شتي وهنا فاش بدا تصدعوا لي كرا ولا ما فيه، ما نتقلق اليوم الاثنين، راه الطبيب عطاني سيتيفيكا فيها 7 ايام فهمتي، دابا نديها لكم فهمتي. ايوا قال لك هذاك تيجيني ما تيجيني تي عمر، تقول لهم الوزير الخاليه والله هو ماشي هو، هو اللي حسن القضيه مع هادو مع المعلمين مع الاطباء مع هذا مع هذا، مالو ولا هو سوبرمان. اي 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 واه تيبان بحال سوبرمان، لا ماشي سوبرمان، ادم فاميلي، تعرفوا الادم فاميلي دوك يديروا بحال ما فتيت. ما عليناش وزير الداخليه، ماشي وزير الداخليه، انا ما دخلش لك شي الداخليه ولا الخارجيه حتى هي معاهم، ما عليناش. ودابا اللي ما تنفهمش انايا، فيما تيشدو شي واحد يخوض تيمشيو له للدار تيلقاو عنده مليار جوج مليار ديال الفلوس في الدار. انا ما عارفش علاش الناس تحطو فلوسهم في الدار، ياك ما تبقي لتي تيخوضو في الضرائب ولا تيشدو الرشوه ولا تي هم ما عارفش، ولا عندهم عندهم داك الريكورد ديال الكريدي ما مزيانش ما تيحلش لهم الكونت ما عرفت. ايوا هذا شدو واحد رئيس شي ديال شي حاجه حضاريه ولا ما عرفتش، هذاك داك التخربيق ديال مالك اي 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 ديال الكب تيحكر تما تيحكر، ولكن غيستروا عليه لانه من العائله الداخليه. اه اللي قالك حكا بعدا داروا في الحراسه الحراسه الاحتياطيه مزيان، خلي يدير مو تما نسى واحد 6 شهور 7 شهور تيعرف يدير مو حق باش مابقاش يشتد الرشوه، ولكن داك اللي دعاه لاباس عليه، داك اللي قلبو عنده اوتيل وبغى يدير مشاريع والاخر بدا اش دار، ما مشاش عند البوليس ديال مراكش، عارف البوليس ديال مراكش مرشين، مشى للدار البيضاء. الله يعزك الدار البيضاء، حنا هما يقودوها وحنا نجيو نحلو لهم المشاكل، كنا نقودوها جبتوهم لينا من الريف حاكمناهم في الدار البيضاء، هاد المرة غتجيبو هذا ديال مراكش تا هو مشينا صيدناه. أسيدي حصلو تياخد 120 مليون من عندك داك داك البيزنس مان شنو اللي عنده أوتيل، إوا هذا الشفار هذا. وشوفو هادو دابا حنا قلنا شوف ما تبقاش تقولي العود ديسك، ما من فين العود ديسك لا والو فهمتي، انا راني انسان مريض فهمتي، ما تبقى تصدع عليك الله يرحمك بقى عني سيمانه راني ديك سيرتيفيكا ميديكال ها فهمتي. لان يا اخي انا مازال اللي تنقولو بانه شفار شفار شفار، قلنا لك هو اللي يستعمل المنصب ديالو ولا الوظيفه ديالو وتيبدا يخون في عباد الله، وما تيطبقش القانون، هذا هو الشفار. وولد القحبة هو الشفار اللي ما تيحشمش، بحال دابا هذا ديال مراكش شدو مراكش، هذا ماعرفش ديال واش نسمية عندو، وما خصنيش قاع نعرفها، ها ماشي الشفار ولد القحبة جوج تو لا ها نتوما الرشوة، ما حنا نقولو هادشي اللي قلتو نتوما، حنا ما قلنا والو، ما عندنا حنا المراسلين ديالنا كاع تيبغيو يدخلو في السياسة، تيبغيو غير يشوفو في عباد الله بحال هاد الكويرية لاعبين الغد مع الصباح والليلة الليلة كلهم مقصرين مقصرين أسيدي في واحد الكاباري ديال مصر ديال القاهرة معروف، يا سيدي مريحين تا هما عارفين معاهم يشدو الفلوس، مهلية فيهم الجامعة بيك بونيسز وهذا وهذا، وهو دي بروفيسير في الإمارات وفي يوروب وحاطين قرعة بحال هادي هاي شتيها هادي هادي عندك تضربو عليها بالعين ها شتيها، حاطين قرعة بحال هادي هانتوما يا الإخوان هانتوما تشوفوها هايا هانتوما شوف 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 تبارك الله عليها، خلينا نبوسها عندنا حنيكات زوينين ما عليناش
ايوا حاطي قرعه تيقصروا لي كله. شوف هادو هادو اللعابه البروفيسيونيل فينا هي لي طوز ديال الرياضه. يوم سهرين حتى 3 الصباح. هاي اخويا هاي الديمبو هادي وحاطي قرعه بحال هادي وزيد لي وحده اخرى بحال تشيفاس تشيفاس فهمتي. حاطي قرعه ديال تشيفاس يا سيدي ومقصرين حتى الصباح والغد لي عندهم ماتش. ايوا هاد كيفاش غادي يربحوا الماتش؟ لانهم سيطروا على ليكيب ناسيونال. هذاك الكاوري ضرب فليساتو ها هو في السنغال مشى ينكح ويجي من السنغال هنا ما تيحضرش لا في الشامبيونا ما تيحضر في كوب دي ترون ما تيحضر لا هذا لا والو. غير يسالي لونطريمون تيش الطياره ديالو تيمشي للسنغال ينكح ويتمشي عاوتاني لانه شي عزيه دايره ليه شي دير لي شي حاجه مع بك السينيغال تبغي تسحب بحالنا وانا نسمع الدعايه بانه قال لك راه استقل ولا ما استقل ولا لا اسيدي استقل ولا ما يستقلش فهمتي. انا ماشي سوق هنايا حنا دابا الكره غادي نسدو عليها فهمتي. هذا هذا الموضوع. شوف دابا اللعابه في الاول ديال التورنوا شدوا اداريين البعثه في دار الدعاره ياك انا على الاخر تسلتو فيها انا دوروا مع المتعب في المسائل تبغي تعزي عليهم الرشوه وكشي وخرجوا منها. ها ايوا وهادو الكويريا غاديين قال لك هادو بدي تزيدوا على ديك الشطاحه شكون يديها يطلع الفوق يديها لوطي اينيكا واش تي لابسه لهادو هادو هادو الرياضيين ديالكم هادو هادو البروفيسيونيل هادو ماشي قودوا بارلي فو فرونسي دير السنديكا تما سيطروا على سيطر تيسيطروا سيطروا على ليكيب وسيطروا على هذاك او داك 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 من القميجه البيضاء هذاك شي قول ما حنا ما ندير به هذاك اسمه الاخر داك الشلح اسمه هذاك حجي ولا ميجي ولا شنو هذا كلهم هذوك الطبقه الطبقه ديال فرنسا شي قول ما عاد ما خصنا ما خصنا لا انترو لا والو. واحد هذا شتي دابا تهنينا الله الله الا كان الا كان غادي يمشي غير يمشي الماء والشطاب تصدع عليك راه انت ولا وياه. ايوا قالوا لي عاود ثاني هذا باش تي عباد الله وشوف ها هي داك العمده ديال الدار البيضاء تشد الكار وطلع الرباط وشوف اش داروا في الرباط راه حلوا لهم لا بيسين اسيدي والدخله ب 10 دراهم والماكله وداك الشيء رخيص داخل في لا بيسين. داك الشيء منظم ولا حقو طريق وتيقودوا العرب عبد العربي يقول لك صحاب حي المنصور وداك الشيء ديال حي الحي حي الدوم والتقدم يجيو على بالك هذوك اليهود تما غاديين ياكلوا داك لابيس يعني يرجعوا بحال شي رجل بقر ما عليناش. ايوا سيدي وطلعوا شوف دابا حنايا في عين دياب يا عباد الله البحر ديال الله والرمله ديال الله والماء ديال الله وتتقام عليك ب 40 40 درهم باش تدخل وتريح تحط رمتك فوق الرمله وتاخذ باراسول صحه وتخرى مدام قوقاو وتبول في سيدي عبد الرحمن. ايوا شتي وحنا لابيسين اللي كان عندنا مينيسيبا خلينا ناكل لابيسين ديال لاكولي تابعين الجمعيه الاسلاميه العلويه كذا 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 خلينا بغينا لابيسين اللي تابع العماله اللي تابع البلديه مدين ها هما داروا ب 10 دراهم. ايوا ها دابا المشكل في الرباط ما عندهمش ما عندهمش الكيران ما عندهمش ترانسبور. ايوا دابا باش يجيو غادي يبداو جايين بحال المظاهره جايين شي تابع شي عرفتي ما كاينش طوبيسات ماشي يديروا لهم واحد الطوبيس طوبيس التقدم طوبيس هذا طوبيس اليوسفيه طوبيس السلا طوبيس دوار الدوم طوبيس هنا هذا هذا يعقوب المنصور هذا اكدال لوسيون وبدي يفرقوا لهم الطوبيسات كاين ما عندهم نقل عبوي ما عندهمش رغم رغم الملك ساكن تما وش واش دايرين هادو هذه هذه المدينه اللي ساكن فيها الملك وما فيها والو ما فيها والو داروا لهم لابيسين كون ما داروش لهم لابيسين كون بيغرقوا فيك ابو رقراق. مدي انا نقول لك ماشي سوقي فيك انايا الماك راه الماك طلع للشمال يضرب بعومه تما وخلى لي يهبس فهاد لابيسين جديد مالياش. فلهذا يا اخي المروكي ما تصدعش ليك الله يرحم باك انا شويه يعني عيان الطبيب عطاني 7 ايام من الخدمه مدي. نعم ولكن كان مخلص واحد الانسان تيبغي تيبغي الوظيفه ديالو انا هذا تنجي هنايا بالي الطبيب العسكري شفتو في واحد لا باك عليا قال لهم حدهم من دوك تيقول لك العسكريه قال له الحشومه لا دخلوا هاد ولا دخلوا هاد لي زابيت الله فيهم ديروهم بحال ولادكم والله يتكلم مزيان داك العسكري هذاك هو مدوز عسكر فهمتي يعني. وداني خرج لي هذاك اسمه هذاك العروشي قال له رينا رينا العروشي
مش كما صحاب كويري، ايوا دار لي صحاب الكورة، قال لك انا ما عندي غرض مع الكورة وبدي والله بالله ناري ناري اتملك عروسي مسكين اخرج لهم قال لهم الكورة بالله بالدين وقال محمد هذا وما هذا بجي واش كانت الكورة هي بنت محمد والله ما عرفت واش كانت الكورة مشكلة هادي الله العظيم انا مشكلة ودي ما تكلمنا على المواضيع تكلمنا عليهم ماشي نتكلموا يا ودي ما خصنا ديما نرجعوا للضرب الى الضرب زعما نديروا فيها والو قال لك جابوا واحد الشركه ديال التدبير تدبير باش دير نقل وجابوا شركه ديال الاخرى تدبير تدبير وحنا قدام دارنا في درب 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 متر جوج في لارميطاج ديك حدا مدرسه التحدي ولا التعدي الناس الساكنه باقيين هبش عن السكينة العروبية تيخرجوا الزبل ويلوحوا فوق التروطوار عباد الله باش ينوضوا يجتمعوا ويعيطوا يمشوا للعاد عند عند الجماعة يقول لهم جي خصنا كمية الزبل يدوز في الصباح في الصباح في العشية ها جوج مرات يجمع الزبل يقول بغينا كمية الزبل ايوا هذاك هذا ايوا دابا داروا كانت البركاسة البركاسة رجعوها بحال زبالة أمريكان الشطاب يلوح فيها الطريتور يلوح فيها النجار يلوحوا فيها ماشي مابقاش طارو الزبل ديال الدوميستيك ديال هادو لا ولا الاندستريال ايوا حنا قلنا حيدوه والعماله قام العماله ولا البلديه قاموا بشغل محيدوه ولكن الساكنه 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 عروبيه والو غادي خرجت بيه يلوح بحكا فوق التروتوار انا نقول لهم من تما ماشي سوق ما عليكم ما ديروا لي واحد تقاوض نقول لكم انسان اللي ما يحترمش فين يسكن عروبي حيوان كلب شوفوا ما تخراوش في العتبه ديالكم فوق العتبه ديالكم نتي نوضوا تكلموا راه العماله ولا الجامعه حداكم سير تكلموا معاهم كتبوا برا وقول لهم ودي بينا كميه الزبل يدوز في الصباح وفي العشيه لان هذاك الطارو اللي كان دايرين لكم ما عرفتوش كيفاش تمشيوه تخليو داك دو تريتور ودابا مع الصيف تيجيبو داك الزبل ديال العراس يجيبو معاهم تيلوحو لينا تما النجار تيلوح الزبل ديال تما واحد تيربي الكلاب تيلوح الاخرى ديال الكلاب تما ايوا كلشي تيلوح غير وداك مول الحانوت داخلين ليه الفيران داخلين غانيمهم وتيشريو مع المول الحانوت دابا تيقولو على مول الحانوت مسكين مول الحانوت تيترزق على الله هما تيلوحو ليه الزبل قدامهم شتي انا نقول لكم هذوك الساكنه ديال داك الزنقه او والزنقه دي والزنقه 11 هذوك راكم عباد الله شوهتوا بالدار البيضاء عرفتوا انتم كثرتكم ماشي من الدار البيضاء اني هو ماشي سوق هنايا فهمتي انا نقول لكم صافي تقول لي انت بيضاء ولا ماشي بيضاء اخو انا هو العروبي ايوا فلهذا انت نتكلموا نتمنوا داك اسمه احيزون لا احيزون يشوف من حالنا شو من حالنا مدي عاد بعطيناه واحد الوقت دابا عاد دخل راه هو على الحرفه كان في الرباط قوله في الرباط قوله تروا جابوا لنا الدار ماشي قوله تمام ما ليناش ولكن خصو يجمع لنا الزبل قدام دارنا حتى نقول لك وماشي دارنا الدار كله ولا الدار بينا كلها فهمتي واش نقول لك انا مالي ما نقول لك هو هذا تكلمنا في السياسه غتقول تكلم في السياسه ايوا هذا ايوا دوك بارلي فرونسي شتو مسكتو بعدا لقينا لهم واحد الطوموبيل تما هذاك ديال رونو لقيناها اليوم تما ايوا هذاك المغربي باش يخرجها شي يديها مع المغرب باش يديها المغرب يبيعها شي ديواني ولا شي ديواني ولا شي جازرمي داك الشيء كان تيشوف تما تيقلب ايوا داك الشيء حنا مشينا للمعرض باش نتقداو زعما كاين ايوا هادشي اللي كاين الاخوان المغاربه فجا لا بغينا دابا حنا شنو نقولوا لا نقولوا لك الفتيت رجع ديك الارض اللي عندك رجع لمواليها نجي رجع لها الماليها لان هادو صحاب الحكومه الشفاره الا كان شي واحد عنده منصب وتقولب اش يديروا ليه تياخذوا ليه كلشي ديالو تيبدا يحقروا عليه كما داروا الافقير داروا هالتليمي وداروا هالشي واحد اخرين وداروا هذا سمو لك داروا اي واحد شكو فيه يديروا داروا البرادلي تا هو داروا ليه منين شدوا ليه بنته وداكشي داروا خدوا داك رزق عبد الرحمن طرم عليهم على داكشي ديالهم هادشي اللي ديروا تيحقروا على عباد الله فهمتي ايوا انت ولا هادوك شفار عندي وعلى الاخر باش يقول لك تيقول راه صاحب الملك راه كرم على الملك راه
عندهم دول الملك من كاع ما ديها فيكم الملك، والملك عرفت شحال عنده 35 مليون مروكي، يخص كاع يخص يعرفها كلها والو، غير قال لك السميه نتوما وتقحبوا ما تقولوا معنا مع الملك، كنت حيدوا نتوما يبقى عندنا مشكل. دي هذا واش دي الحاكم تقول احكمه باسم صاحب جلاله، وتيحكم بواحد الحكم ماشي عادل، وتسبيه في صاحب جلاله باسم صاحب جلاله. هو صاحب جلاله، صاحب جلاله هو هو لونترينور ديال ليكيب ناسيونال ياك، صاحب جلاله هو رئيس المجلس البلدي، رئيس صاحب جلاله هو القاضي، صاحب جلاله هو الرزاق هو ديال الامن، وانتم اللي قولوا تقولوا صاحب جلاله. معلوم لنا قولوا ذاك اللي في ذاك المنصب شوهوا به، واش غادي يخشوا كل شيء في الحبس؟ شحال جهدوا، شحال جهدوا يزوروا من المحضر، شحال جهدوا يزوروا من المحضر، وشحال جهدوا يخشوا عباد الله في الحبس. جي ايوا ما تعولوش على هذيك المنظمه الحقوقيه، هذيك المنظمه الحقوقيه ما فيها ما يدار، كل مقوده حاشك والو. تقول شي واحد تكلم على صحاب الريف، تقول شي واحد شي حزب تكلم على صحاب الريف، كل قولوا دابا غير العفو، غير العفو، كل شي حزب الاحزاب يتفقوا قولوا نطلبوا من عند سيدنا عطيهم العفو صافي. حكمتوا عليهم، قالوا المحكمه قالوا بانهم قلتي صافي، حكمتوا عليهم وبارك صافي، بينتوا حل نتيجتكم صافي فيني. دابا الحق الوقت ديال التصالح والتسامح والعفو، وتقول شي حزب واش قالها. هذوك الاحزاب كلهم ولاد القحاب غير الشفال اخوه، والمخير فيهم يقول لي وريني حساب البنكير ديالو، قول لي وريني شحال عنده في البنك. ايوا هو هذاك قال لك واحد ما شكون قال له واحد شي مره، قال لك دابا ولا يتزوجوا بعضياتهم الصفريوي نكح في اخنوش، اخنوش ينكح في الصفريوي ولا في الشعبي ما عرف شي ولا شي تنكح شي، عرفتي شي تنكح شي، خايفين على كرم دي. دابا هاد العائلات شي تنكح شي ما تعرفهاش كاع وتجيبوها ليه، لكن لا حب لا ولا حب. وخلي خلي الله يرحمك غادي تسرحوا جبدوا لي لساني وغادي نقرع، اللهم خلي ما نقرعش. انت دابا خصني ناكل واحد الحبه من هادو، لان قالوا لي ثلاث مرات في النهار ملي خصني نقولها هي هي بالسميه ديالك كلشي انت. كلشي عندنا هنا ما كاين لا رشوه لا والو، ما دورت لا مع فرمي لا والو، ما دورت مع حتى شي واحد. طاف طاف دار لي طاف، دار لي واحد الحاجه في صبعي قلبتني، دارت لي من اللور ها ها، قالت لي والو هذا ياخذ الانتي بايوتيك مالو، هو الناس ما كيكتبوا عليا عندك هادي وخصك واحد لوبيراسيون وخصك هادي. تقاول اش نقول لهم الطبيب هو هنايا 10 دقائق ويب سي العام سير الله يحفظك سي 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 بارك الله. كاين شي واحد نسيناه ها، ونسينا الشاطئ ديال الدار البيضاء، واش الشاطئ ديال الدار البيضاء ما انتهى انت واش حلوا الكابينه والمغاربه هذاك المراسل، اخدم معايا خدم معايا تيقلب الكابينه، واش تحلات واش تيخراو فيها ولا مازال؟ وراك وعاود الكراك ما تصدعش لي راسي الله يرحم باك فهمتي. نعم قال لك المغرب هذاك الجاليه غدخل هاد الايامات، ودخل الجاليه دخل خليهم يدخلوا ياكلوهم، راه الشف راه ديك العربيه ديال العرس دابا الايامات فهمتي. خويا المغربي شكرا على المساهمه ديك في هذا البرنامج، ودوك اللي تيسبوا مرحبا بكم، ودوك اللي ما تيسبوش حتى هما خصهم يسبوا وصافي، غير ورك وعاود كرك، وما تنساش بات سبسكرايب ابوني شير بارطاجي كليك لاك ثانك يو.